بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده ان شاء الله. اتمنى بس لو مره تشوفني تشرفني بالاشتراك كده والجرس وتفعل الجرس، تمام؟ عشان يجيلك كل اشعارات. انا قناتي قناه خلطبيطه، بتتكلم في كل المواضيع اللي بتهم كل الناس وشتى المواضيع كمان. طب ايه هاني؟ انا اسمي هاني على فكره. عايز ايه تقول يا هاني؟ عايز اقول لكم مهرجان البحر الاحمر. ايه ده مهرجان البحر الاحمر ده؟ فين ده؟ ده تخيل حضرتك في السعوديه، مهرجان سينمائي بيستدعوا فيه كل الناس، اصحاب اللحوم البيضاء والسمراء وعارضين اجسادهم لكل من هوى. السعوديه في السعوديه يا راجل، في السعوديه والله. تخيل بقى عاملين مهرجان سينمائي في السعوديه. طب وايه غريب؟ ما كانوا بيعملوا حفلات مسخره ورقص وغنى يعني مش عارف، ما انت طبيعي. لا بس المهرجان برضو حاجه تانية، برضو المهرجان برضو بتجيب بالناس برضو اللي ما يعني بقى في خمور وبقى في نايت كلاب وبقى في حفلات وبقى في هادي السعوديه. واحد بقى يقول لي ايه يعني يا عم انت زعلان ليه؟ ايه المشكله يعني؟ عايز اقول له زي ما قال بوحه كده، اسمع. ايوه هو ده بجد والله. بتدافع عن ايه يا ابني اللذينة؟ دي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، بلد اللي هي المفروض اكتر بلد اسلامية، يطلع منها كل ده ازاي؟ احنا بنتكلم في ايه يا جدعان؟ يا جدعان هو فاضل ايه تاني؟ يعني بعد الحفلة اللي اتعملت قريبا من مكة وبجوار مكة كان فيها خمرة وكان فيها مسخرة ورقص وهلس، ايه اللي حصل؟ انا طبعا اخواتي الزعريين ما زعلوش مننا، ما احنا عندنا المسخرة دي، لكن انتوا عندكم حاجة كبيرة، عندكم الاسلام كله طلع من عندكم. عندكم مكة، عندكم الكعبة، عندكم المدينة، عندكم يعني مش عارف اقول ايه، انتوا يعني انتوا احفاد يعني نسب كبير جدا برضو، يعني انت العرب يطلع منها ده، ام العرب كلها يطلع منها كل ده، حاجة تحزن يعني، حاجة تحزن بجد والله العظيم. انا السعودية ما كنتش اتوقع منها ابدا يطلع الكلام ده. السجاده الحمراء تتفرش وليلى علوي وكبار الناس اللي هم ما شاء الله عليهم طالعين بفساتين اخر روقان اخر مسخره. انا طبعا يا جماعه في فيديوهاتي ما بجيبش اي فيديوهات فيها اي مسخره، يعني انا ما بجيبش ولا بستعين بفيديوهات فيها مسخره، تمام؟ فمش هتلاقوا عندي اللقطات اللي انتم ممكن تتوقعوها يعني. بس انا حزين، انا حزين جدا من جوايا، انا حزين جدا جدا اقسم بالله. مش دي السعوديه اللي احنا كنا بنحلم بيها ايام زمان؟ فاكرين؟ مش دي يعني دي المعلومات اليوم القيامه بيقول لك ان البدو هيعملوا هيبنوا ابراج وهيبقوا يعلوا قوي في رعاه الغنم. مع احترامي ليهم طبعا، ده مش قصدي حاجه، بس يعني مش كده يا جماعه، مش كده. اتمدنوا في كل حاجه، لكن المسخره والعري والكلام ده كله ما يبقاش عندكم انتوا، احنا عندنا بنعاني منه وقرفانين منه احنا كمان، عشان ما حدش بس يقول طب ما انتوا عندكم بقى الدنيا دي كلها. احنا مش مبسوطين برضه يعني، وانتوا فاكرين ان احنا مبسوطين، لكن الحاجات دي برضه عندنا من زمان قوي يعني. لكن انتوا ليه استحدثتوا الموضوع ده؟ ليه انتوا بقيتوا بالشكل ده؟ ليه ما حافظتوش على رونقكم؟ وليه جمال الاسلام طالع من عندكم؟ ليه بجد يعني؟ انا مش عارف اقول ايه، انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع، لان مهرجان سينمائي في السعوديه انا مش عارف دي اول مره ولا اتعمل قبل كده ولا ايه وضعه، مش فاكر. بس يعني المره دي كان فج شويه يعني. للاسف 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 الواحد بقى حزين جدا على البرمجي السعوديه اللي احنا كنا يعني مش عارف. بس في ناس كتيره جدا محترمين فيها طبعا، وفي ناس كتير اخلاق كتير جدا فيها، ومش راضيين عن الكلام ده ان يتعمل مهرجان سينمائي في قلب الاسلام، قلب بلد الاسلام تحت. يعني مش عارف اقول ايه والله، انا حزين جدا حزين. احنا عندنا وبننتقد مهرجان الجونه وبننتقد مهرجان القاهره وبننتقد الكلام ده وبننتقد العري اللي طالع في المهرجانات، لكن انتوا لا، انتوا حاجه تانية. انتوا مش قادرين تفهموا مكانتكم ايه، انتوا مش قادرين تفهموا مكانتكم ايه للمسلمين في كل دول العالم. يعني انتوا لو مسلمين الهند يقولوا ايه، مسلمين غزه يقولوا ايه، مقلب العروبه وقلب الاسلام. ايوه العرب معروف في شبه الجزيره العربيه، يعني ده كلام مفروغ منه، مفيش كلام فيه ولا فيه نقاش. لكن مهرجان سينمائي يا راجل، يا انت هتوصلونا لفين يا اخوانا؟ ده الواحد هيعمل ايه بعد كده؟ انتوا هتعملوا بقى ملاهي جنب بقى الكعبه وجنب الحرم، ولا هتعملوا ايه بالظبط؟ ملاهي ليليه طبعا، مش ملاهي. للاسف للاسف بجد انا حزين جدا، انا مش عايز اقول لكم انا ما كنتش اتوقع كده.
العشر سنين 15 سنة الأخار السعودية بدأت تنفتح بشكل غريب جدا، والدنيا بدأت تتغير عندهم، والثقافة عندهم بدأت تتغير وتاخد شكل تاني خالص، شكل ما نحبهوش، شكل موجود عندنا احنا بننتقده وبرضو ما بنحبهوش. لكن للأسف مش يعني ما كنتش توقع من السعودية كده، يعني أنا السعودية بدأت الثقافة تتغير بشكل ملحوظ، بشكل فج، بشكل غريب، بدأت تدعو حاجات غريبة قوي، وبقينا نسمع بقى يوتيوبرز السعوديين بيتكلموا في حاجات، ويعني بيعملوا حاجات غريبة جدا. فأنا قلت أدردش معاكم في الموضوع ده، أنا عن نفسي ليه بقى أشوف تعليقاتكم، أنا عن نفسي مش عاجبني الموضوع ده خالص، عبرت عنه الفيديو. القناة برضو من ميزتها ان انت بتقول كل اللي انت عايزه ورأيك بيتسمع وتشاف، دي اهم حاجة. انت ما بتبقاش حاطط متضايق من موضوع ومخنوق وكبت ومش عارف توصله لحد، لكن انا دلوقتي الحمد لله ان الواحد بيقدر فعلا يوصل اللي هو عايزه بشكل نوعا ما، يعني انتقاد بشكل محترم. طبعا انا حزين، انا مش عايز، انا الكلام محبوس جوايا، انا عايز اقول كلام اكتر من كده بس مش قادر، مش قادر والله العظيم، مخنوق جدا. يعني مش دي السعودية اللي انا كنت احلم في يوم من الايام انها تبقى كده، مش احلم بكده ابدا ولا اتخيل كده ابدا. مهرجان سينمائي وافلام، وطبعا بقى مستحضرني عادل امام، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ فبدأت بقى تتعرض السعودية المناظر. لا اله الا الله محمد رسول الله، محفظ الاسلام يا رب، ومسلمين وعزهم يا رب يا رب يا رب. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي ابدا، ان قلب الاسلام يبقى فيه كده، فيه الهشاشة الثقافية، الهشاشة اللي هي بتدعو لثقافة الافلام والعري والقصص اللي بنلاقيها غريبة جدا في الافلام والحقات اللي موجودة في الافلام. لا مش حابين ده من السعودية. السعودية احسن من كده بكتير وتستاهل اكتر من كده بكتير، لكن ما تستاهلش انها تبقى صاحبة مهرجانات والجوائز بقى والفلوس والهدايا والحاجات دي كلها تطلع، والحفلات اللي جنب المهرجانات والمهرجان. لا 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 لا، ايه ده ايه ده ايه ده، ده بقت مسخرة عالمية. لا لا، ربنا يستر، ربنا يستر على الايام الجاية والله العظيم، احنا هنشوف ايام بيضة بيضة. مين تاني هيطلع انا بقى في الحوار؟ انا خلاص السعودية طلعت في المهرجانات ده خلاص بقى، يعني دول الخليج كلها بقى شكرا بقى معلم بقى. السعودية الكبيرة والزعيمة بتاعتهم دي حقيقة، فعلا دي حقيقة. السعودية بلد مش صغيرة، السعودية بلد كبيرة جدا جدا وحضارة وتاريخ، لكن اللي بيحصل ده ما كناش حابينه بجد والله العظيم، ما كناش حابينه ابدا ان هو يظهر ويبقى في بلد زي بلدنا السعودية. تحياتي لكل السعوديين طبعا ولكل العرب وكل دول الخليج، لكن بجد لازم السعوديين يتكلموا، الدنيا ما بتبقاش كده. يعني عندنا الحمد لله عندنا حرية، بننتقد المهرجانات وبننتقد الحاجات دي كلها، وبجد يعني في ساعة صدر في الموضوع ده الحمد لله. تمنياتي ليكم يا رب كده بالهدى والإصلاح في السعودية، يا رب نتمنى كده الأمور دي ما تحصلش. يعني فمتنسوش بقى سبسكرايب واللايك والشير. اخواتنا السعوديين كل التحية ليكم، كل المصريين طبعا حبايبي، يعني اللي انا منكم. كان معاكم هاني، شكرا ليكم، في حفظ الله وامن، سلام.